السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج من كنوز القرآن. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين، هلاك الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. توعد الله عز وجل بالهلاك لمن يستوفي الكيل إذا اكتال وينقصه إذا كال. وقال في آية أخرى على لسان نبيه شعيب: وزنوا بالقسط ولا تكونوا من المخسرين، وهو ينصح قومه. وقال: وزنوا بالقسطاس المستقيم. والميزان هو رمز العدالة على مستوى جميع الأمور الحسية والقضايا المعنوية، ولذلك يجب أن نكون عادلين في قضايانا وفي قضائنا وفي حكمنا بين الناس وفي جميع تعاملاتنا على مختلف الأصعدة كشوكة الميزان. ولذلك ورد في سياق هذه الآيات: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. بعدما توعد الله عز وجل بالهلاك لمن يكتالون، إذا اكتالوا يستوفون وإذا كالوا أو وزنوا يخسرون، قال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، واصفا من يعدلون عن الحق بالفجار، سواء من التجار الذين يستغلون الأزمات أو القضاة الذين يستغلون المواقف والرشوات أو غيرهما ممن ولي شيئا من أمر الناس وهذه الأمة. ولذلك توعدهم الله بسجين، وهو سجن في السبع أو في الأرض السابعة. ولذلك هنا نطرح سؤالنا على الجمهور: ما هو السجين؟ ننتظر إجاباتكم أعزائنا المشاهدين على قناتنا في اليوتيوب، لكن عليكم تفعيل جرس القناة وضغط زر الإعجاب ليتم إدخالكم في الفرز العشوائي، وقد تكون أنت عزيزنا المشاهد أحد المحظوظين بجائزتنا اليومية ومقدارها 30,000 ريال. إلى اللقاء.